تجرأ وفعلها مرة ثانية ومدري شو كذا. ما هي قامت حملة شعواء بكل الصحافة، نقابة الممثلين بدهم يمنعوني من الشغل بلبنان ويمنعوني من دخول لبنان حتى. ليه بيكرهوك؟ قلت الدراما اللبنانية معظمها دراما سطحية. ممثلات اللبنانيات تمثيلهم عقدهم. لما قلت سيرين عبد النور شكلها كان أهم من موهبتها، كل الوقت إلا هذا الحكي مو للنشر. عم تحكي عن الصحفية هيام بنوت، هيدي أول إطلالي لإلك من بعد هيدا الموضوع. أنا الحكي اللي منحكى أنا مالي خايف منه. المخرج السوري سيف الدين السباعي. عندك أمل تنحل الأزمة بسوريا؟ لا، ناس انضحك عليها. ضيف حكي على المكشوف مع دانيا حسيني لأربع بعض الأخبار على الأو تي في. برعاية انت بحاجة للابتوب او ديسكتوب وتضل عاطلاع اخر الاكتشافات بعالم التكنولوجيا، باك ماك. تصل فينا على الفرع الاساسي ببادارو على الرقم 01 388 266.